السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Open Source Architecture Community أول موقع بتاعهم osarch.org، دي منظمة Open Source ومتخصصة في الحاجات بتاعت ال Construction، بتاعت ال Design، حاجات خاصة بمجال الشغل بتاعنا. فهتلاقي كل الحاجات اللي عندها Open Source، وهي بتحل فعلا مشاكل كتيرة بتواجهنا. يعني على سبيل المثال مثلا موضوع ال IFC، فأنت عندك ال IFC بتصدره بتلاقي فيه مشاكل، عاملين محركات ألعاب جميلة جدا وهكذا. فده هنا هتلاقي برامج ممتازة جدا، هتلاقي حاجات معلومات حلوة، فموقع ممتاز. طيب خلينا نشوف الويكي بتاعه، ده زي ويكيبيديا كده، وتلاقي فيه كل جديد خاص بالـ open source في مجال الكونستراكشن، هيشرح لك ايه فكرة الاوبن سورس والفريلانسز. في شوية برامج كده هو كاتبها هنا زي الفري كاد، البريندر، بيم، وهكذا، الليدي باج، الاوبن فوم، الاوبن بروجكت، الاوبن مينت، وبيديك طبعا امكانية ان انت تحمل البرنامج وتحمل شفرة الكود بتاعته بدون اي مشاكل خالص. انا هحط لكم الروابط اسفل الفيديو. طيب في مثلا مشكلة زي اللي احنا كنا بنتكلم فيها الـ IFC، هو بيقول لك الاوتوديسك ريفت حتى الان مش بيعمل سبورت حلو للاندستري فاونديشن كلاسز الـ IFC، فعشان كده هو حاطط حلول وبيقول لك حمل الادوات ديت، وهي فعلا موجوده على الموقع بتاع اوتوديسك، معنى وجودها ان هو اتعمل لها فحص اتاكدوا من سلامتها، وهم هنا بيخلوا التصدير بشكل اقوى للـ IFC. في برامج زي الاركيكاد وكده معتمدين على الـ IFC بشكل حلو، التصدير بيطلع بشكل حلو، لكن الريفت هتلاقي فيه مشاكل، فهنا هو بيحل لك المشاكل ديت مجرد ان انت تصدر من الاداة اللي هم مديها لك. طيب دي برضو بعض البرامج. خلينا نشوف مثلا حاجة زي كده، ده هنا هو مديك امكانية ان انت ترفع الموديل بتاعك 3D وتشوف كل حاجة بالشكل دوت، تشوف مجسمات للمباني وهكذا زي كده. ومديك شفرة الكود نفسه، يعني انت لو عايز تعمل موقع في المدينة بتاعتك كلها بالشكل دوت ممكن تعمل داونلود، مديك الحاجة تحملها كلها ببلاش، محدش هيقولك هات رقم الفيزا والحاجات دي كلها. ولو جيت هنا وقلت له اباوت هيقولك ان هو واخد الكوبي رايت، او احنا بنسميها كوبي ليفت، ان انت ليك الحرية ان انت تحمل شفرة الكود وتعدل فيها زي ما انت عايز وتستفاد منها زي ما انت عايز.